مراجعة القبر من كتاب بنك الأسئلة لامتحانات الكتاب المعاصر. تمرين معانا بيقول لي في مفكوك 2 س زائد 3 على س تربيع كل أس 20 حسب قوة س التنازلية إذا كان الحد التاسع والحد العاشر متساويين. الحد التاسع بيساوي الحد العاشر، معناه فيه نسبة بين الحد التاسع والحد العاشر، النسبة بينهم بتساوي 1. هتقول الحد العاشر على الحد التاسع بيساوي 1، وتعمل القانون تقول ن اللي هي 20 ناقص الرقم الصغير تحت زائد 1 على الصغير في الحد التاني اللي هو 3 على س تربيع على الحد الأول بيساوي 1. 20 ناقص 9 ب11، 11 واحد 12، يعني 12 على 9 في 3 على 2 س تكعيب بتساوي 1. 3 على 3 في 1 9 على 3 في 3 12 على 3 في 4، يعني 2 س تكعيب هتساوي 4، يعني س تكعيب بتساوي 2. يبقى احنا عملنا يا شباب، عملنا مقص اهو 4 على 2 في 2 يعني 2، شايفينها؟ ممكن تقول 4 على 2 في 2 يعني 2 على س تكعيب بتساوي 1، هي يعني، يبقى س تكعيب 2 يعني س بتساوي جذر التكعيب ال 2. إجابتك ج. مرتبة المصفوفة الموسعة للنظام 2 س ناقص 3 بيساوي 5 و 6 س زائد ص بيساوي 15. هو عايز مرتبة المصفوفة الموسعة، أجيب المصفوفة الموسعة الأول وبعدين أجيب المرتبة بتاعتها، شوفها على النظم إيه. أنت عندك هنا 2 وهنا سالب 3 وهنا 6 وهنا 1، بنجيب الأعداد اللي عندي اللي هي 5 و 6. دي ألف موسعة على النظم 2 في 3، على النظم 2 في 3، يبقى رتبة ألف الموسعة هتكون ب2 لو أنا جبت محدد أصغر مصفوفة وطلع إيه لا يساوي الصفر. تعال نجيب المحدد أصغر مصفوفة اللي عندي نحسبه، 2 في 1 ب2 ناقص 3 في 6 ب18 وسالب في سالب بموجب، يعني يطلع ب20 لا يساوي الصفر. يبقى محدد أصغر مصفوفة لا يساوي الصفر، بالتالي رتبة المصفوفة الموسعة بتساوي ايه؟ بتساوي 2. في مفكوك س أس كام؟ أس 3. في مفكوك س أس 3 على 4 ناقص 4 على س كل أس 11 حسب قوة س التنازلية. عايزين نجيب قيمة س التي تجعل مجموع الحدين الأوسطين تساوي صفر. من هما الحدين الأوسطين؟ انت عندك هنا عدد الحدود كلهم هيبقى 12 حد، لان هنا مرفوع بأس 11 هتتفك 12 حد. طب ال 12 حد دول من الحدود اللي في النص؟ لازم يبقى في حدين، طالما العدد زوجي يبقى في حدين في النص. بنقسم 12 على 2 يديك 6 وايه ب7، دول الحدين الاوسطين الحد الثالث والسابع. بيقول ان الحد الثالث زائد الحد السابع بيساوي صفر، يعني الحد الثالث بيساوي سالب الحد السابع. يعني لو عملت النسبه بين الحد السابع والحد الثالث هيديك سالب 1. طب ما تيجي نطبق الكلام ده بقى هنا، هقول له ايه؟ نون اللي هو 11 ناقص الرقم الصغير زائد 1 على الصغير في التاني اللي هو سالب 4 على س على الاول اللي هو س تكعيب على 4 بيساوي سالب 1. السالب دي هتروح مع السالب اللي هنا، 11 ناقص 6 5، 5 1 6، 6 على 6 في 1، فيبقى عندك هنا 4 على س في القسمة تبقى ضرب ونقلب الكسر التاني، 4 تطلع فوق وس تكعيب تنزل تحت بتساوي ايه؟ 1، يعني 4 في 4 ب16 على س أس 4. شايفين كده يا شباب؟ يبقى 4، قولها تاني، 4 على س القسمة تبقى ضرب ونقلب الكسر التاني، 4 في 4 ب16 على س أس 4 بيساوي 1، يعني س أس 4 ب16، يعني الس هتبقى ايه؟ موجب أو سالب الجذر الرابع لل 16، يعني موجب أو سالب، يعني موجب أو سالب ايه؟ 2. عندنا بيقول لي في المفكوك 1 زائد ب في س كل اس ن حسب قوة س التصاعديه، اذا كان الحد التاني بيساوي سالب ربع س والحد التالت 3 على 100 س تربيع، وعايزين نجيب م، وانت كمان عندك الحد الاولاني كام؟ ب1. ممكن نعمل نسبه، نعمل نسبه كده يا شباب، ده الحد الاول والحد التاني، وعملنا النسبه بين الحد التاني على الحد الاول اقول ن ناقص الصغيرة زائد 1 على الصغيرة في التاني اللي هو سالب ميم سين على الأول بيساوي كام؟ ها بيساوي كام يا شباب؟ النسبة بين التاني على الأول هنقول سالب ربع سين على إيه؟ على 1، ده سالب ربع سين.
يبقى سالب واحد راحت مع موجب واحد، يعني نون في السالب هتروح مع السالب، في ميم سين هتساوي ربع سين، السين تروح مع السين، يعني نون ميم هتبقى بإيه؟ بربع. تمام، دي أول إيه، أول حالة عندنا. طيب ممكن بعد كده إن إحنا نقسم الحد التالت على الحد التاني، نقول والله الحد التالت على الحد التاني، نعمل قانون نسبة يعني. أقول له نون ناقص الصغير زائد واحد على الصغير في التاني على الأول، اللي هو سالب ميم سين على واحد. هنقسم بقى ده، تلاتة على مية سين تربيع، ها نقسم مين؟ تالت على التاني، الحد التالت على الحد التاني يعني، اللي هو على ربع سالب ربع شباب سين. معايا كده؟ تعالى بقى نصفي المسألة. نون ناقص واحد على اتنين، هنا السالب هتروح مع السالب هنا، يبقى في ميم سين بتساوي سين تربيع على سين فيها السين. هنا تلاتة على مية في مقلوب الكاس اللي تحت اللي هو أربعة على واحد، يبقى أنت عندك نون ناقص واحد على اتنين ميم سين، هنشيل السين مع مين؟ مع السين هنا، وهنا على أربعة في الواحد، مية على أربعة في الخمسة وعشرين، بتلاتة على خمسة وعشرين، ستة على خمسة وعشرين. وعندنا نون في ميم بربع، تمام؟ عندنا نون في ميم كانت بكام يا شباب؟ بربع. نفك المقدار، تبقى ميم نون ناقص ميم بتساوي ستة على خمسة وعشرين، وعوض بقى مكان ميم نون دي بربع، فيبقى ربع ناقص ميم بتساوي ستة على خمسة وعشرين، ودي الميم بعكس الإشارة تبقى ربع، وهات مكان العدد بعكس الإشارة ستة على خمسة وعشرين، وحد مقاماتك تبقى بمية، مية على أربعة في الخمسة وعشرين، واحد في خمسة وعشرين بخمسة وعشرين، مية على الخمسة وعشرين في الأربعة، الأربعة في ستة بأربعة وعشرين، يعني هتساوي واحد على مية، يبقى الميم تطلع معاك بواحد على إيه؟ على مية. إجابتك جيم. الصورة الأسية للعدد عين بيساوي جتا بعد ستة لجتا تلاتين ناقص تا جا تلاتين مضروبة في جتا خمسة وأربعين زائد تا جا خمسة وأربعين. هنا شباب موجب وسالب، يبقى أنت هتشتغل ازاي؟ موجب وسالب ربع رابع، وطالما بتغير اشارات بتاخد هنا سالب سيتا، يبقى احنا عندنا هنا سيتا وهنا سالب سيتا، وهنا 180 ناقص سيتا، وهنا سالب 180 زائد سيتا، طالما في ربع رابع بناخد سالب سيتا، يعني العين هتبقى جتا سالب 30 زائد تاء جا سالب 30، هنا جتا 45 زائد تاء جا 45. خد بالك في حالة الضرب بتجمع الساعات، يعني قول له عين بيساوي جتا هجمع سالب 30 مع 45 تديك 15 زائد تا جا 45 مع سالب 30 تديك 15، يبقى دي عين يا شباب. تمام، في الصورة المثلثية. تعالى نجيب بقى الصورة الأسية، يبقى عين بتساوي هاء أس تاء في سيتا، السيتا دي 15 على 180 في باي. تمام، طب ال 15 على 180 تتبسط بالآلة الحاسبة فيها 12، يعني يبقى باي على ايه؟ على 12، يعني 1 على 12 يعني. تمام، اهي 15 على 180 تساوي 1 على 12. تمام، 15 على 180 1 على 12، فالصورة الأسية تبقى ه أس باي على 12، اللي هي الإجابة دال، يعني إجابتك دال. عايزين نجيب قيمة المحدد، هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد، زي ما احنا شايفين يا شباب هنا نون توفيق واحد، هنفرض يعني أرقام من عندنا، افرض النون مثلا باتنين، أقول هنا نون توفيق اللي النون أحطها مكانها اتنين يعني، وهنا تلاتة لأن نون زائد واحد، اتنين زائد واحد بتلاتة توفيق واحد، وهنا نون زائد اتنين، النون كانت فرضينها باتنين يبقى أربعة توفيق واحد، وهنا النون باتنين يبقى اتنين توفيق اتنين، وهنا اتنين واحد تلاتة، تلاتة توفيق اتنين خلاص، وهنا اتنين زائد اتنين بأربعة يبقى أربعة توفيق اتنين، يبقى أنت في المحدد ده هتعوض أو هتفرض يعني النون برقم وتطلع القيم. توفيق اللي هو علامة الاسم يا شباب، طبعا يعني دي ممكن نحلها كده بإيدينا، واحد واحد واحد، اتنين توفيق واحد اللي هي اتنين، تلاتة توفيق واحد اللي هي تلاتة، أربعة توفيق واحد اللي هي أربعة، اتنين توفيق اتنين بواحد، تلاتة توفيق اتنين اللي هي تلاتة توفيق واحد اللي هي هتطلع بتلاتة، أربعة توفيق اتنين يعني أربعة، ناخد الرقم اللي قبلها
يبقى 4 × 2 × 2 × 3 × 6. طب بنعمل الحاسبة ازاي يا شباب؟ نقوم جايبين الحاسبة ونكتب مود 6 × 1 × 1، مود 6 × 1 × 1، وندخل المعاملات بتاعتنا اللي ايه 4 × 7، او شيفت 4 × 7، وبعدين شيفت 4 × 3، نقفل القوس يساوي، يطلع ناتج بكام؟ بواحد، يعني قيمة المحدد تطلع بواحد اللي هي الإجابة 1000. يبقى تاني يا شباب، احنا فرضنا النون برقم رقم 2، فطلعت النواتج معانا زي ما احنا شايفين كده، عوضنا مكان كل نون ب2 في المسألة، طلع محدد عشان اجيب بقى القيمة بتاعته ما اضيعش وقت في الامتحان، واقوم جايب الآلة الحاسبة ومدخل المحدد بتاعي، واقول أول حاجة اضغط أول حاجة شيفت مود، شيفت مود 6، اضغط الأول خالص كده مود، مود الأول كده يا شباب، مود 6 × 1 × 1، وندخل العناصر بتاعتنا، نقول له 1 بيساوي 1 بيساوي 1 بيساوي 2 يساوي 3 يساوي 4 يساوي 1 يساوي 3 يساوي 6 يساوي. بعد ما دخلت العناصر اقوم قافل الآلة وارجع اقول له ايه، شيفت 4، شيفت 4 7، شيفت 4 3، اقفل القوس احفظها كده. يبقى الطريقة ايه عشان اللي عايز يحفظها؟ دخلنا الأول إيه؟ مود 6 × 1 × 1، وبعدين ضغطنا على زر الزيرو قفلنا الآلة، وبعدين عملنا إيه؟ شيفت، شيفت 4 7، وأقوم كاتب على طول شيفت 4 3، وأقفل القوس وأعمل يساوي، هيطلع معاك الناتج على طول مباشرة بالآلة الحاسبة. فهمتوا؟